تم التسجيل والتأكيد مخباريا خلال هذا 24 ساعة على 125 حالة إضافية، حيث وصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1888 حالة، تتوزع كالعادة ولا فرق حسب السن وحسب الجنس وحسب النسب المئوية التي نقدمها هذه الأيام لمختلف الجهات، وكذلك نفس التوزيع حسب الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم، مع بطبيعة الحال زيادة مستمرة لعدد الحالات المحلية مقارنة مع الحالات الوافدة والتي كانت سجلت في الأيام الأولى لظهور الوباء ببلادنا. فيما يخص الحالات المستبعدة، من بين الحالات التي كانت محتملة والتي أكد التحليل المخباري أنها ليست ناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فقد استبعدت خلال هذه 24 ساعة 669 حالة محتملة، ليبلغ إجمالي الحالات المستبعدة منذ ظهور هذا الوباء إلى 8034 حالة مستبعدة. فيما يخص حالات التعافي النهائي من المرض، سجلنا خلال هذه 24 ساعة 14 حالة إضافية للتعافي التام، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المعافاة 217 الحالة. فيما يخص التتبع الصحي للمخالطين، فقد بلغنا إلى حدود اليوم 11934 مخالط تم تتبعهم. كما تعلمون يجب تتبع المخالطين فترة لا تقل عن 14 يوم، ولا زال لدينا تحت المراقبة حاليا 5130 مخالط، وقد مكنت هذه العملية منذ بداية الوباء إلى اكتشاف وتشخيص 865 حالة مؤكدة من بين 1888 طبعا، حيث أننا في هذه الأسابيع الماضية هذه هي الطريقة التي تمكننا من اكتشاف معظم الحالات نتيجة للبؤر المحلية وخاصة العائلية التي أصبحنا نسجلها.